بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم إن شاء الله في قرية القطار السياحية. المهرجان طبعا تراثي ويعكس صورة طيبة، وكل أمور التي ما تتعلق به الدولة من تراث موجود في هذه القرية، والزوار توافدوا إلى هذه القرية بشكل جميل جدا. ونحن اليوم هنا في جناح تقييم ومسابقة القهوة أو تصنيع القهوة، في مشاركات لثلاث فئات، هي فئة الناشئين والشباب وكبار السن، والحمد لله رب العالمين الإقبال جميل جدا وطيب جدا، واستمرينا حتى الآن. وهناك طبعا في هذه المسابقة معايير للمسابقة وشروط، والحمد لله رب العالمين الأخوان المشاركين متفهمين لهذه المسابقة. وهناك في أربع أعضاء، ثلاثة أعضاء يقيمون، ورئيس اللجنة سيف عبيد الكعبي الله يجزيه خير هو بإشرافه وتوجيهاته بالنسبة ما يتعلق هذه المسابقة. تم الاتفاق على آلية موحدة للتقييم من ناحية بداية من ناحية قليل القهوة ودق القهوة وتصنيع القهوة، ومن ثم هناك يشوفون مذاق هذه القهوة وليلى المستوى الطيب اللي توصل هذه القهوة. وحقيقة يعني قطع نشوط كبير جدا ومستمرة هذه المسابقة، نتمنى إن شاء الله التواصل، وهذا موروث جدا يعني، حتى الإقبال من فئة الناشئين جميلة جدا والشباب، وهذا ما يثلج الصدر أن هناك فعلا أن تراثنا توارثوا هذه أبنائنا الصغار ليقومون بدور حقيقة لحمل رسالة التراث وحمل توثيق هذا التراث لهذه الدولة، والتي حقيقة تعتني بالتراث بشكل كبير جدا. طبعا معاكم من القرية التراثية سلطان بن محمد النعيمي، ومشكورين لهذه الإيضاح الطيب وهذه الزيارة الطيبة في هذا الجناح.